السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ اليوم جبنا لكم هذا دي ال سي جديد بتاع الشاحنات الرينو. زين عمري، اول شيء بداية نتكلم شوية يعني كلمات كم دقيقة بعدين حتى اشوف لياكم. هذا الدي ال سي لما تحمله تعطيه فك الضغط يطلع واحد ورقة فقط، هذا الورقة الابيض تخليها ويا المودات مالتك. زين عمري، الدي ال سي جميلة جدا والله. هناني نسيته اسوي لون الماروني، هذا اني نسيته. تمام زين حبيبي، هذا الدي ال سي جديد بتاع الرينو، يصير من الاوان هذول، هم يصير من الاوان. بصراحة جميلة جدا، فرحت انا اني على هذا لان احب السقف وهذول الشغلات ملون، انا هكذا احبه بصراحة فحبيب قلبي. فانت المحرك اني نزلته قبل 4 شهر، المحرك بتاع الرينو. ادخل ويا فيديوهاتي، روح تحت الفيديو تتلقي بها 4 محركات، صورة بها 4 محركات. اقرأ بالوصف، عفوا العنوان، تتحمل بس المحرك الرينو. هي حتى هكذا يصير شاحنة مالتك صوته حلو. ها مفهومة عمري؟ هذا دي ال سي مالتنا جديدة، وهسا اوريكم. قلت لكم عندنا شرح بسيط، ابقى معي لان هذا مهمة لازم تعرف. اذا ما تعرف بعدين تكتب بالتعليقات تقول اخي علي وين الرينو. زين هسا اهم شيء انتم شايفه، خلي نجي على هون نوقف. ها ان شاء الله ورا 10 دقيقة بفتح البث المباشر كمان على الرينو، وعندنا غير شاحنة والله نسيت اسمه. اشوفه ها افيكو. زين عمري، اولا قلت لكم عندنا شرح بسيط. اول شيء اذا لما تشتري شاحنة حبيبي لازم تكون انت عندك شركة رينو. هي لازم انت تكون عندك شركة رينو، لان هذا دي ال سي. هذا هسا بعطيكم دي ال سي، هو هذا $3.75، بس انا اجيب لكم بلاش. يعني تجي هناك لازم تكون انت عندك هذا الشركة. ها مفهومة؟ تجي هناك تدوسه تقول له مثلا اريد الرينو تعديل او شيء، هو هكذا يظهر يمك. تجي تحب هكذا، تحب هذا وتحب هذا الشاحنة، ما فيش فرق. توديها على المكان التعديلات. هذا دي ال سي مالته، هذا نزلته قبل كم يوم. شوف هذول هم يصيرون من الالوان. هي هذا اسود خام، شوفه يعني جميل جميل، مره جميله صراحه. اني فرحت لان متابعين القدماء يعرفون اني احب هذول هم الشغلات، وخاصه هذول هم. هي خاصه هذول هم يصير من الالوان، هي اني احبه بصراحه. حتى اكسسوارات ماله موجودة مع الدي ال سي لما اذا تحمله. هو مو هلقد عنده اكسسوارات كثير؟ تجيبها هكذا، نقول نعم. شوفه، فهذا الشرح ما اريد الفيديو يطول. مثلا تجي هناك تحت، هي هذولهم هم الاوان. هي شوفه ايش قد صرت حلو، تحب هكذا او هكذا، تحب تخلي مثلا اسود. هي حتى اسود حلو جميل، والله جميل جدا. وهذا لهم ستيلي، يعني ستيلي اذا تحب ستيلي هكذا، هذا ستيلي. مفهوم عمري؟ وبعد شي عندنا مثلا فرضنا خلينا هذا كمان ابيض، تجي هناك مثلا هذا شوفه ما شاء الله. هذا لهم كم يصير من الالوان. هي ها انا خليت هكذا، هذا هم بها اسم وقلوب يعني بالليل. هذا هكذا المرايه مثلا، تجيب تتحب هكذا هكذا هكذا. زين عمري، يلا ما اريد الفيديو الطويل. اهم شيء لا تنسى اللايك والاشتراك، دعمنا باللايك والاشتراك. شرح مالتنا هاليوم هكذا بسيطة، واذا تحملها هو ملف خفيف جدا جدا خفيف. اذا بالعراق مصر ما فيش مشكلة، ملف خفيف. وهذا السكن، هذا سكن كمان معها موجودة، اذا لما تحملها هذا سكن معها موجودة. زين حبايب قلبي، يلا عمري في مالا، مع السلامة.